بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد الصراصير التي كانت تعيش في غابات سريلانكا. طبعا بعد السفر ودراسة حشرات كبيرة جدا في سريلانكا وتشريحها، هذا أحد المخلوقات التي أخذتها معي من سريلانكا. طبعا هذا الصرصور منتشر بنسب كبيرة جدا في سريلانكا، واسمه الصرصور الأصفر مثل ما تلاحظون، ويتكاثر بنسب كبيرة جدا في تلك المنطقة. طبعا هذا الصرصور لا يعيش في الجزيرة العربية، بل يعني تعيش فصائل أخرى أكثر تطور من هذا الصرصور، كون هذا الصرصور لا يتحمل الظروف الصعبة جدا. طبعا شرحت العينة ودرست جزء من جسمه وشفت المخلوقات والطفيليات التي تعيش بداخله، بكتيريا وفطريات وميكروبات ممرضة. وأنا أنصح جميع العلماء بدراسة طبعا دراسة فصائل كبيرة جدا من الحشرات. وإلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.